مجرى بالضبط طبعا صبيحة اليوم على الساعة 5 اقتحمت يعني جماعة إرهابية مسلحة اللي جات على متن 3 سيارات مدنية، يعني اللي ما كانتش ربما ننتبه إليها. هجمت في البداية، في بداية الأمر، موكب نتاع أجانب اللي كانوا متوجهين لمطار عين مناس، كانوا مرفوقين بوحدات من الدرك الوطني لحمايتهم. لما اقتحموا يعني طلقوا النيران على هذاك الموكب، كان فيه الرد نتاع المجموعة نتاع الأمن، وانسحبوا ومشاو تحولوا مباشرة للقاعدة اللي ما كانتش بعيدة، على حوالي 3 كيلومترات من المكان اللي حاولوا ينصبوا فيه الكمين. قبل ما نتكلموا على وصولهم إلى القاعدة، نقول باللي في إثر هذه الاقتحام توفوا 2 أشخاص، واحد أجنبي وواحد جزائري، وانجرحوا أجنبيين 2، ودركيين و2 حراس أيضا من الحراس نتاع القاعدة هذه. ولكن هما زادوا في طريقهم، وصلوا إلى عين مناس حيث تكفلت بهم القوات السلطات المحلية، وحتى أظن نقل بعض منهم إلى الجزائر العاصمة. أما بالنسبة للقاعدة، لما جاءوا للقاعدة يعني اقتحموا وطوقوا مكان من القاعدة، مش كل القاعدة ولكن مكان معين من القاعدة، وحشروا فيه عدد من الأجانب وجزائريين. شي من الناس يقول 9، شي من الناس يقول 12، كلهم أجنبيين. وفي نفس الوقت طبعا كانت الوحدات الأمنية موجودة، وراهي قامت بتطويق ومحاصرة المكان، مما يعني باللي لحد الآن راه فيه إرهابيين مع رهائن داخل زاوية من المبنى، ودائرين بهم ومطوقينهم يعني عناصر الجيش الوطني الشعبي وأسلاك أخرى من أسلاك الأمن. ويعني ما نقولش باللي ربما فيه مناقشة، ولكن راهم كل واحد واقف راه شاد في الموقف نتاعو. هذوك الداخل طالبين باش يسمحوا لهم يخرجوا مع بعض الرهائن، ولكن هذه الجيش الوطني ما يقبلش منها بها. معناتها مطالب تاعهم هي الخروج مع رهائن، الخروج مع الرهائن هذه هي. وش الوزير عملية الإجراءات المتخذة؟ ما هي الإجراءات المتخذة؟ راهي المنطقة هذه كلها راهي محاصرة، فيها قوات كثيرة، حتى لا يمكن يعني الفرار من لهذا الأشخاص. تبقى الحل يعني ما يكون إلا أما يكون حل سلمي، أما يكون أيضا حل بالعنف. ما إلى الآن كاين مفاوضات بينهم وبين السلطات؟ السلطات ما تفاوش، تستقبل الطلبات نتاعهم بدون رد. معالي الوزير، بالنسبة للمجموعة الإرهابية، هل عندكم معلومة على العدد تاعها شحال؟ العدد نتاعها حسب 3 سيارات لا يفوق 20 شخص. ومن أين جاءت هذه المجموعة؟ نظن مجموعات من المنطقة هذه، لأنهما برواحهم يعني يظهر باللي ينتظرون الأوامر من بن مختار. خلاو يقولوا باللي ربما بن مختار هو اللي يتفاوض مع هو اللي يقدم الطلبات نتاعو. كاين صراعات كثيره مع الوزير، تقول ان المجموعه جات من مالي ما نظنش تكون جات من مالي، بعيد الطريق، بعيد جدا من الحدود الليبيه ايضا ما نجموش. وهما عناصر من المنطقه هذيك، معروفين باللي من المنطقه، جاوا ملثمين، اذا كانوا معروفين. الشعب ثم ما يعرفهم، فيه إمكانية محاولة مس بالأمن في الجزائر، حتى يظهر باللي الجزائر ماهيش أمينة كما تتكلم عليه السلطات الجزائرية.
ثم المس بالاقتصاد، ما دام هذه قاعده يعني اقتصاديه هامه، قاعده نتاع سوناتراك ومعها الشركاء، عدد كبير من الشركاء موجودين والعمال الاجانب موجودين. وثالثا ايضا باش هذه عمليه استعراضيه اللي تمس بمصداقيه الجزائر. ولكن رغم ذلك كل الاجراءات اتخذت باش هذه العمليه تتم في احسن الظروف ان شاء الله. وهذه طبعا ما كانتش متوقعه، ولكن الجيش خضع اجراءات منذ زمان طويل لحفظ الامن في الحدود، وغلق الحدود يعني قبل الحرب نفسها كان غلق الحدود مع مالي، ثم ايضا الجيش كان افشل عمليه تسرب لسياره كانت تنقل اعداد من ايضا من الارهابيين، قضت عليهم جماعيا واسترجعت الاسلحه نتاعهم بما فيها دوتشكا يعني رشاش من نوع الكبير. هذه اما بالنسبه للجانب السياسي، طبعا راهي خاليه ازمه راهي موجوده على مستوى وزاره الشؤون الخارجيه، ثم الوزير الاول الجزائري تكلم مع ناظره الفرنسي ومع ناظره البريطاني، وايضا وزير الشؤون الخارجيه راه في اتصال مباشر مع السفارات الموجوده يعني في الجزائر واللي ينتمي لها بعض الرهائن الموجوده في عين المكان. الجزائر هي راهي مهيئه ومجهزه باش تتصدى لكل معناتها معالي الوزير انه نقدر نشوف عمليه هذه في المستقبل في الجزائر يعني من هذا النوع؟ ماهوش مستحيل. الجزائر على كل حال تاخذ كل احتياطاتها، ولكن المواطنين ما حقهمش يعني يتخوفوا من هذا الشيء، لان رانا شفنا العمليه هذه لا تتجاوز الحدود الجنوب. هذا وقد تم اطلاق سراحي العمال الجزائريين الذين احتجزتهم المجموعه الارهابيه على شكل مجموعات صغيره من قبل محتجزيهم، ولم يتم توضيح عدد